عندنا بعض من خلالها هذه المدرسة اللي هنا تبادل اللون. إذا عدنا جاهل من هناك والناس عاودوا الجانب كنت يعني انطلقت بصفة رسمية يعني موسم السياحة الصحراوية، واليوم رانا نتواجد هنا في ولاية جامت لنتفقد ولنتأكد يعني عن الظروف والأشغال يعني اللي راح تساهم في نجاح هذا الموسم هذايا. وأكيد أن يعني رأينا بأن هنا بولاية جامت أصبحت على حساب الوفد اللي يعني اللي راه يتقدم لها، بما أن أصبحت يعني قطبا ويعني يعني مقصد سياحي بامتياز. فهذا يعني النشاط وهذه الديناميكيه يعني راح تسمح لولايه جهنت انها يعني تروج اكثر وتسوق اكثر المنتوج اللي تسخر به، وهو يعني المنتوج الصحراوي، وهو يعني فارد من نوعه.